tudo. جدا اجواء مثاليه جدا كما يقال جو كوره اليوم كل شيء من حولي يشعرني بمشاهده مباراه ممتعه بقيه على الفريقين ليقدما اداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليله وفي هذه الاجواء وفي هذا الشانو هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ بابي ساني فيدال جانالوغلو فيدال يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم مارتينيز لمسة بينية ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية تتحول إلى ركنية بعد ذلك. مزدي جهود إبعاد الكرة. برونو فرنانديز يبحث عن المهاجم. كرة طويلة للأمام. ماركوس راشفورد يمر يلعب كرة بينية يا سلام تمريرة جميلة بذكاء وستكون هنا رمية تماس قد تكون هذه فرصته بإمكانه إبعاد الكرة الكرة ملعوبة من مسافة فاتت ومرت وصلت إليه فرصة هجوم معاكس تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى ساني يحاول أن يلعب وحالة انفراد يسدد الكرة يلعبها طولية يلعبها لمنطقة الخطر كرة طولية إلى الأمام برونو فرنانديز يحاول تمريرها من بين المدافعين يلعب راشفورد صنع فرصة جميلة للغاية مجهود فردي مميز وانطلاق رائع جدا بالكرة لكن لم تكتمل الهجمة يلعب كرة بينية وان بيرنات تلعب الكرة إلى الأمام لمسة بينية كيسي لم تمر الكرة العرضية تبعد بعد ذلك إلى ركنية يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة كيسي مارتينيز يستعيدها سيرخيو راموس كيليان مبابي كرة إلى الأمام برونو فرنانديز أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه يمر يلعب كرة بينية اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل حكيمي كيسيب مارتينيز يسيطر على الكره
يحاول أن يلعب كرة بينية. مارتينيز، مات مارتينيز، تصدي غير عادي من حارس المرمى، تألق مرة أخرى من جانب حارس المرمى، تعامل غير عادي مع الكرة على مرتين وإنقاذ لفريقه. بدون أي محاولة خطيرة، بدون قدرة على الاستفادة من هذه السيطرة، يحصل عليها ماغواير، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. ريو أبي سيطرة كاملة على الشوط الأول، لكن بدون فاعلية حقيقية، فرص بالجملة ضاعت. هذا الأمر قد يجعلهم بعد ذلك يندمون على إضاعة كل هذه المجهودات وكلها. فرصة للتسديد. شكرا. يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. الحكم يطلق صافرة، لكن احتساب خطأ. مارتينيز، فيدال، مارتينيز، مرت الكرة بشكل جميل، ينزح في قطع الكرة. تشانانوغلو يلعب كرة بينية طويلة، مرت ليروي ساني. وان بيرنات يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. ساني، فرصة خطيرة. لاعب في الأمام في مكان التسلل. كيسي، إريكسن، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. بابي تعود الكرة إليهم مرة أخرى. إلى الأمام. عثمان ديمبلي. كيسي. الكرة ملعوبة من مسافة. إمكانية مرتدة الآن. يمر ويلعب كرة بينية. كيسي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يلعب كرة بينية. تدخل جميل واعتراض أجمل. كرة كانت خطيرة جدا، لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. لمسة بينية. مارتينيز. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. يبعد الكرة إلى بر الأمام. فرصة مارتينيز. في منتهى من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. وتدب الحياة في المباراة أخيرا هنا في الشوط الثاني. بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. كرة ممتازة والتسديد. تصدي غير عادي من حارس غير عادي.
رده فعل في منتهى الروعه بصراحه. مارتينيز الكره المعتاده، الدفاع القوي جدا، رميه جانبيه، ساني تغيير لاعب على الاجنب لا يمكن اهدارها. ليروي ساني يمكنهم الانطلاقه في هجمه مرتده. مارتينيز يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفره دفاع الفريق الخصم. ليروي ساني، مارتينيز، كره ملعوبه الى مارتينيز، لمسه داخل منطقه الجزاء، دفاع رائع جدا، نرفع القبعه لهذا الدفاع العالي، كره طويله للامام، يبحث عن المهاجم. يحاول ان يلعب كره بينيه. بوسكيتس يمر ويلعب كره بينيه، لمسه بينيه، تألق غير عادي من الدفاع في مباراه اليوم. ها هي صافره النهايه، عبروا هذا الاختبار باقل فارق من الاهداف. لماذا؟ ضم الخط الدفاعي القوي، صلابه دفاعيه، جدار برلين شيء. Kalau yang sendiri, tengah sendiri bos. Yo, begini bos. Oh,
Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world. أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا إلهي على هذه الأجواء. دراغاو واحد من الملاعب الجميلة بالنسبة لي، أعتبره من الملاعب الرائعة جدا في كرة القدم الأوروبية. أحب أن أعلق في هذا الملعب بالذات. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. اليوم الهجوم محاصر في مصيدات التسلل. كريستيانو رونالدو يلعب كرة على اليسار، كرة في المساحة الخالية مع ليفاندوفسكي، وتأكل قوي مع مزيد من الفرص الآن ركنية. تشتيت الكرة. صفيرة من حكم مباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. أفقد واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. خرجت تسديدة مرتفعة، غير معقول بصراحة ما فعل تسديد الكرة من هذه المسافة البعيدة جدا. ساني، كوليبالي، كولاروف، ساني يحاول أن يلعب كرة بينية. مرمى الآن. لوك شو. تدخل وحكم ركلة حرة. أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات.
يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. مولر محاولة جيدة لكن لم تدخل الأرض. كرة طولية إلى الأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وصلت إليه كريستيانو. من تصدي من حارس المرمى كريستيانو رونالدو، قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. ممتاز في تشييد التسديده من فريز. منافسه قويه جدا جسديا بين اللاعبين. مولر شو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. أليكس سانشيز، كرة إلى الأمام. توماس مولر، مولر مجهود فردي غير عادي، جميل منا في هذه اللقطة. مجهود فردي مميز وانطلاق رائع جدا بالكرة، لكن لم تكتمل هدفه. النتيجة 1-0. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة بينية. كرة اجتازت الخط حول انتظار ابي التباس. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يسعى الى ان يلعبها داخل المنطقة. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. خسر المواجهة أمام خصمه. كرة تعود للخلف. كينج كينجز ليكون. يمر يلعب كرة بينية، يبحث عن المهاجم راشفورد. كرة طويلة للأمام وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كينغزلي كومان يسيطر على الكرة في طريقة إلى المرمى. أليكس سانشيز موجود بعد الكرة. باص لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. ليفاندوفسكي يتعثر ويفقد توازنه. ساني بكل القوة والإصرار يرفض الاستسلام. لمسة بينية. أليكس سانشيز.
كريستنسن ماركوس راشفورد اعتقد انها بالفعل مخالفه يتفق معي ربما حكم المباراه يطلق صافرته نعم برونو فرنانديز برونو فرنانديز كريستيانو رونالدو احتكاك بدني كبير التحام قوي بين اللاعبين هنا حاول تمريرها من بين المدافع يا مولا عنده فرصة لتسديد يلعب كرة مولر نهاية جميلة جدا مع التمرير منها تبديل في المباراة يعدي إلى منطقة أليكس سانشيز الكرة ملعوبة من مسافة مولر يفقد توازنه ليروي ساني يلعب الكرة إلى الأمام تحصل الفريق على رمية تماس أخرى سانشيز برونو فرنانديز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية جدار دفاع غير عادي تركيز كبير جدا في مباراة اليوم الكرة العرضية من مولر تشتيت الكرة لمسة بينية يحتسب الحكم ركلة حرة مرت الكرة بشكل جميل تحرك جميل اندفاع إلى الأمام محاولة خطيرة بوفازيتش يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة توماس مولر يقطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع تلعب الكرة إلى الأمام كوليباني يرتكب مخالفة واضحة جدا لوك شو ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة يلعبها لمنطقة الخطر رونو فرنانديز يحاول أن يلعب كرة بينية هجمة مرتدة الآن يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم كيبا يبعد الكرة استقبال جميل من جانبي كريستيانو رونالدو ولا تغيير سيتم مع توقف الكرة تغييرين دفعة واحدة بوفازيتش لمسة على اليسار والكرة في المساحة لدينا تغيير جديد هنا ما
سيستلم هذه التمريره الطوليه. تدرج جميل بالكره لكن بدون فعاليه حقيقيه. ساني يتدخل لينهي الهجمه قبل ان تشكل خطرا على فريقه. يمر يلعب كرة بينية، فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. الله كريستيانو هدف فعلا سريع جدا. تغييرات عديدة الآن. باريدس دفاع كبير، يلعب كرة بينية عند المساحة الخالية على الطرف. يحصلون بعد ذلك على ركنية. أليكسيس سانشيز لكنه لم ينجح. هنا وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. دارميان يستعيدها خوان بيرنات. لمسة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحاول أن يلعب كرة بينية، يبحث عن المهاجم. يستعيد الكرة سريعا. برونو فرنانديز يحاول فك شق راشفورد. لعبة جميلة لكنها لم تسلل. كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب، بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة. يحاول أن يلعب كرة بينية وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. يا عيني على هذه الكرة، على هذا الأداء، على هذا العرض. هؤلاء اللاعبين يستحقون أن تصفق لهم بصراحة على ما قدموه اليوم. You got into my system, you're in control of my mind.
طاب توقعاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب ومطالب كريست الله الهدف. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. كوليبالي على تنفيذ الخطأ. بوسكيتس، حكيمي، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. حكيم زياش، مبابي يحاول تمريرها من بين المدافعين. برونو في جدار عازل امام المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يبعد الكرة عن المرمى، يمر يلعب كرة بينية. ليونيل ميسي، مرت الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. بابي يلعب كرة بينية، كرة باتجاه المرمى. الله مارواي ينجح في التسجيل. متتاليين في فترة وجيزة جدا. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن كريستيانو رونالدو. بابي كريستيانو رونالدو يحاول يسدد.
كريستيان يلعب راس المرمى جول ايش من كورة من تلف من اداء كبير من ثنائية في ظرف دقيقتين خذها مني ببساطة هذه كرة لا تصد ولا ترد حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة هذه طريقها الى المرمى مفتوح تستمر المباراة والنتيجة امامنا 3 أهداف مقابل لا شيء تعود الكرة إليهم مرة أخرى كرة طولية في المساحة الخالية كرة خط برونو في وريسكا كوفاتيتش نقل الكرة إلى الأمام فرصة خطيرة جدا يستعيد الكرة بسرعة بيسيم يلعبها طولية لمسة في المساحة الخالية كريستيان إريكسن برونو فرنانديز يلعب كرة إلى الوراء الكرة المعتادة الدفاع القوي جدا يستعيدها غوريتسكا إمكانية مرتدة الآن في طريقة إلى المرمى تسديدة تمهل تعني في الكرة وبعد ذلك أتمى النهاية ربما يكون هذا الهدف هو هدف العودة وأخشى عليهم أن يكون هذا الهدف مجرد هدف شرفي الكرة ملعوبة من مسافة وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني إذا ما نجح الفريق الخاسر في تدريب الفارق في وقت مبكر أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته نعم لم تكن اللمسة النهائية جيدة هي معقول بصراحة ما فعل تسديد الكرة من هذه المسافة بعيدة جدا يقطعها في الوقت المناسب أداء رائع جدا من المدافع مخالفة واضحة جدا ركلة حرة يحتسبها الحكم حكيمي وفازيتش حكيم زياش بابي رونالدو برونو فرنانديز لمسة بينية يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم إريكسن فرصة هجوم معاكس غورتيسكا الآن فرصة للمرتدة مساحة خالية على الجانب ميسي ضغط قوي وينجح في استعادتها يلعبها لمنطقة الخطر يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة غوريتسكا يلعب كرة بينية لمسة بينية حكيم زياش يمر يلعب كرة بينية حكيم زياش والكرة في الشباك جول
أمام المرمى يتمكن من التسجيل. تم تدليل الفارق إلى هدف وحيد. يسعى إلى أن يلعبها داخل المنطقة. بدل الضائع صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن من المؤكد أن الجميع هنا استمتع بأحداث المباراة رغم نتيجتها. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم.